إذا كنت في مكانه فادع به لهذا الإنسان المحترم توفاه الله عز وجل وهو إن شاء الله تعالى نحسبه شهيد. لكن أنا بقول لك أهو أخلص له الدعاء، فمن أخلص لأخيه الدعاء في هذا المقام قيم الله له تعالى من يخلص له في إذا وقف مكانه. I'm not going to do that.